بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم طلابنا الأعزاء. أنا دكتور غدير البستاني، اختصاص ميديكو فسيولوجي، راح أخذكم اليوم المحاضرة. محاضرة اليوم تدور بمحورين، محور البلد جروب ومحور الهيموستاسيس أند بلد كوجليشن. المحور الأول اللي هو اليوم راح ناخذه من البداية، بلد جروبس. راح نبدي، كلكم سامعين بعمليات فحص عصائر الدم قبل إجراء أي عملية، وبالخصوص عمليات الكبرى، وسامعين بنقل الدم للبيشنت اللي يعانون من أمراض مزمنة، منها الأنيميا فقر الدم، ومرض الهيموفيليا اللي هو مرض الناعور. سامعين بمرض الناعور اللي هو يسبب، هو مرض وراثي يسبب لنا سيولة الدم، عدم تخثر الدم، ولهذا يحتاج إلى عملية نقل الدم بصورة دورية بين مدة ومدة حتى يعادل عمليات التخثر بداخل جسمه. ولهذا أصبحت نقل الدم مهم، وفحص بلد جروب أهم، لأنه يمنع لنا ديد مال بيشنت أو موت البيشنت، ويساهمنا بإنقاذ حياة المريض. قبل سنة 1900، حوالي 1600 1700 1500، العلماء حاولوا ينقلون الدم من animal to animals ومن animals to human، حيث حتى حاولوا ينقلون من القرودة إلى البشر، لكن بالأخير نقلوا الدم من الماعز إلى البشر ونجحوا، والمريض شفي وقام يتمشى. في المحاولة الثانية هم نجحت، المحاولة الثالثة أدت إلى موت المريض ورساعته من عملية النقل. العملية الرابعة أدت إلى موت النبي المريض خلال عملية النقل، إلى أن قالوا كافي بعد، من سوي هاي العملية، وقفوا عملية نقل الدم لا بين الحيوانات ولا بين البشر، إلى أن صارت 1900. أكو عالم من العلماء اسمه لاندشتاينر، هذا العالم حاصل على جائزة نوبل سنة 1930 من علماء الطب محنكي. قسم البلد جروب إلى أربعة أصناف اعتماداً على inherited properties أجلوتينين أو الأنتيجين الموجودة على الـ RBC، وقال أنه أكو فروقات ما بين كل جروب، وأكد أنه خلط أي فصيلة غير متوافقين من الدم تسبب استجابة مناعية قاتلة، immune reaction، lethal immune reaction. حتى تكون أكثر وضوحاً، شلون اكتشف هذا الشيء؟ The membrane of RBC have determined protein, antigen, also called agglutinin gene. هذا الأجلوتينجين موجود على خلية RBC. موجود على خلية RBC. رح أسألكم وين موجود الأنتيجين؟ جاوبوني على RBC. اللي يعطي لكل person أو كل blood group uniquely. هاي الأنتيجينات على نوعين، أما A أو B. لذلك قسموه على وجود الأنتيجين إلى أربعة جروبات. أما وجود الـ A وحده سموه جروب A، وجود الـ A والـ B سموه جروب AB، وجود الـ B وحده سموه B، وعدم وجود أي نوع من الأنتيجينات سموه O. قد لا يحتوي الـ RBC على أي أنتيجين فسميه O. لتكون أوضح بعد، الأنتيجين هو substance that the body recognizes as foreign bodies. Stimulation the immunity system relies antibody. أنا لما أجيبن red blood cells أو العفو دم من patient اللي هو donors، أريد أعطي للreceiving اللي هو المستلم أو اللي يستلم الدم. راح يتعامل مع الجسم كفورن بوديز إذا كان من غير فصيلة، من بغض النظر عن دم، أي فورن بوديز، أي بكتيريا أو فيروس، راح يتعامل الجسم وياه كفورن بوديز كأنتيجين حتى يكون لنا أنتيبودي، وبالتالي تصير عملية أميونيتي وياه، ويقوم الأميونيتي بالدفاع عن إنفاجين مع البكتيريا الفيروس وحتى الأجسام الغريبة الطبيعية مثل red blood cells مالت الواهب. إذا اعتمد داينشتاينرز على تصنيف الصفة الوراثية الموجودة على الـ RBC.
أما A أو B. إن كانت موجودة A سمي A، إن كانت موجودة B سمي B، إن كانت موجودة A و B سمي AB، وإن لم يكن أي واحد من الأنتيجينات سمي O. إذن سمي هذا العملية ABO blood group system. هاي الصورة حتوضح لنا أكثر. شوفون هذا type A blood. على فكرة الأنتيبادي يتكون بالبلازما، يتكون الأنتيبادي بالبلازما نتيجة وجود الأنتيجين. الأنتيجين A أو الجروب A الريد بلاد سيل يحتوي على أنتيجين A. الأنتيبادي الموجود هو أنتي بي تايب بي يحتوي على أنتيجين بي. الأنتيبادي الموجود هو تايب أي تايب أي بي يحتوي على أنتيجين بي وأنتيجين أي، بس ماكو أي نوع من أنواع الأنتيبادي، لا أنتي أي ولا أنتي بي. تايب أو لا يحتوي على أي نوع من الأنتيجينات على الأر بي سي، لكن البلازمات يحتوي على أنتيبادي للأنتي أي والأنتي بي. إذن for the success of blood transfusion depended on ensuring the compatibility of the blood type between donor and recipient. إذن لإنجاح عملية نقل الدم لازم يكون هناك توافق ما بين الواهب والمستلم. If the recipient has antibody to the infused red cells that causes red cells will be rapidly destroyed. إذن إذا كان أكو هناك أي اختلاف بالبلاد جروبس راح تسبب لنا ديسترويد للريد بلاد سيل، وبالتالي ليثل ترانسفيوجن رياكشن، عملية نقل دم قاتلة. البلاد جروبس قسمت إلى أربعة، إذن O A A B. ال O 47% من المجتمع هو O، ال A 41، ال B 9، ال A B 3. ال O يحتوي على antibody for A و antibody for B اللي هي أجلوتينين. أما لا أما علما نقدر نطي، نقدر نطي ال A نطي B في ال B وال A B، بس هو ما يقدر يستلم للعدة أنتيجينات إله. ال A نفس الحالة يستلم أنتي العفو يحتوي على أنتي B، ال B يحتوي على أنتي A، وال A B لا يحتوي على أي أنتي بوديز. transfusion reaction اللي هو هسه حكينا عنه، عملية reaction أو lethal transfusion reaction اللي تحدث بسبب اختلاف الجروبس. occur when donors RBC are attacked by recipients plasma antibody. إذا تحدث عندما donor RBC تهاجم بواسطة البلازما أنتيبادي الموجودة بالمستلم. هاي شلون تكون؟ راح تكون كالآتي، راح أعطيكم مثال عليه. إذا عندنا patient group A، وإذا جبنا donors group B، أريد أنقل group B إلى group A، ما تصير لأن عنده أنتيبادي إله، فراح يصير ميكسيد إله، مثل ما سكاتب أنتي A أجلوتينيز. إذا أنتي A أنتيبادي R مكسد وذا بلاد تحتوي على أنتيجين A، أنتيبادي A يصير رياكشنز ومكسد وذا أنتيجين A، أنتيبادي B يصير رياكشن ومكسد وذا B. The red cell agglutinate as a result of agglutination، وبالتالي سبب الأجلوتينيشن. الأجلوتينيشن تحدث إذن بأربعة طرق، راح نشرحها شلون الميكانيزم. أول مرة، لكل أنتيبادي واحد سينجل أجلوتينين أو الأنتيبادي كان attached to two or more red blood cells at the same time، يقدر يتصل بكل أنتيجين واحد أو أكثر لكل RBC، فيتجمع عن RBC that causes the cells to be bound together by the agglutinin to form agglutinate. راح تجمع عن RBC مع donors المختلف اللي تحته على أنتيجين للأنتيبادي معا، مع ذلك يكون الكلامب. هاي الكلامب راح تسد small blood vessels مال كابر circulatory system،
وبالتالي بنهاية المطاف راح يجي الفوغوسايت يعتبره فورين بوديز للاميونيتي. لما تلتصق به الانتي بوديز وتسوي لنا اجلوتينيشن راح يجي الفوغوسايتوسيس او الاميون سيلز وسبب ان تحلل الى وديستروي للسيل ويدينا الى ريليزنج هيموجلوبين بالدم وبالتالي هيمولايسيس. راح اوضح لكم اياها اكثر بهذا المقطع. شوفوا هنا عندنا الدونر هو منو؟ هو البي. الريسيبنت هو الاي. الدونر يحتوي على انتيجين بي، الريسيبنت على انتيجين اي، بس يحتوي على انتيبادي للبي. ارتبط كل انتيبادي ارتبط بار بي سي واحده او اثنين، وهكذا الى ان كون الثخره او تجمع من الار بي سيات. بعدين يجي الاميونيتي ويحللنا اياها. صارت واضحه اعتقد. راح يكون اذا تايب اي هو الدونر وتايب بي هو الريسيبنت، اذا تايب بي يحتوي على انتيجين بي ويحتوي على انتيبادي للاي، يعني انتي بي انتي اي عفوا. التايب اي ما يحتوي على انتيجين بي بس يحتوي على انتيجين اي، فيعني فورين بودي فور ذا انتيبادي، وبالتالي راح يصير التصاق الانتيبادي الانتيباديز with the antigens of the A. راح صور المكسينج راح يصير عملية تحلل. Type O donors. إذا هنا قلنا إحنا ال O ما يحتوي على أي نوع أنتيجين. ال A يحتوي على أنتيجين A ويحتوي على أنتيبادي A. شوف إيش راح يصير. ما يصار كل شيء لأن ماكو مكان يقدر يلتصق به الانتيبادي. الانتيبادي ما يقدر يلتصق لا بالانتيجينات الموجودة على أي مكان لأنه ماكو انتيجين. هنا عندك الدونالز هو أي، الريسيبنت هو أي بي. الأي بي ما يحتوي على أي نوع من الانتيباديز بالبلازما بس يحتوي على الانتيجينات الأي والبي. الدونالز اللي أي يحتوي على انتيجين أي وبالتالي راح يصير ميكشنج عادي بلا أي اختلاف. هاي الصورة توضيحية أكثر. تايب A blood يحتوي على A ويحتوي على NTB وتايب A recipient. راح يصير ماكو agglutination. الجواز صارت agglutination مثل ما وضحناها قبل قليل. إذن عادي أسألكم سؤال. سمعون صوتي؟ شو عن التليفون الثاني جاء اسمع الصوت. لوين وصلت وما سمعتوني؟ هسه الصوت واضح او لا؟ شاوى الصوت الانترنت يعني شاد انترنت قوي. شباب هسا هذا السؤال عندكم تجاوبون عليه. Which of the following of a blood group is considered universal donor? أيهم هو الواهب العام لكل الجروبات؟ راح أسوي لكم تصويت جاوبوا عليه. جاوبوا على التصويت.
إذن جروب O هو الواهب العام، لأن لا يحتوي على أي أنتيجين، ولا يحتوي على أنتيجين، أي نوع أنتيجين ما يحتوي، فنقدر نطيل الـ A، نطيل الـ B، نطيل الـ AB. السؤال الآخر، which of the following blood groups is referred as a universal recipient؟ يا هو اللي يعتبر المستلم العام، مو الواهب، المستلم اللي هو عكسل الأو. راح أسوي لكم هم تصويت. إذن الإجابة الصحيحة C اللي هي AB، لأنه ما يحتوي على أي نوع أنتيبادي بالبلازما، يصير accepting لل A، يسوي accepting لل B، يسوي accepting لل O، لأنه ما يحتوي على أنتيبادي. بنفس الوقت هو يحتوي على أنتيجين A و B، وصعوبة ننقله إلى A وصعوبة ننقله إلى B، لكن A نقدر ننقله وال B نقدر ننقله، حتى ما نقدر نطيل ال O، بس هو يستلم من ال O. بجانب هسنكمل محاضرتنا. بجانب الـ ABO systems توجد الـ RX system. الـ red blood cells of 80-85% من الـ human also continue RH antigen or D antigen. هسه احنا عندنا جزئين بالبلاد، الـ ABO system وعندنا RH system. الRH system يعتمد على وجود الأنتيجين أو غير وجود الأنتيجين. أما يوجد أنتيجين الRH على الريد بلس سيل أو غير موجود، إذا موجود يطو بوزيتيف، إذا غير موجود يطو نيجاتيف. أنتوا دائما سامعين وشايفين أخوانكم إذا متزوجين أو أحد أقاربكم لما يروحون يسوون عقد الزواج، لين ما يسووا عقد الزواج للمخطوبين قبل عمل فحص دم للار بي سي. ما يسوون عمليات عقد اذا ما يصير فحص للار اتش اما بوزيتيف او نيجاتيف، لان يسبب لنا مشاكل. هسه نجي شنو المشاكل اللي تسبب لنا. فيقولون the antibody of T antigen is called anti-D antibody. احنا قلنا اكو انتيجين، اذا اكو انتيبادي. الانتيبادي اللي بالبلاد هو شنو؟ انتي بادي فور ذا انتيجين، فور انتيبادي ار اتش، تتكون من الار اتش نيجاتيف، بالار اتش نيجاتيف تتكون الانتيبادي. هاي العمليه ما تصير ناتشرالي، يعني مو طبيعيه موجوده، لا، لما تصير هنالك فصيله غريبه نيجاتيف، مثلا جبنا بوزيتيف اللي يحتوي على انتيجين، هذا الار اتش انتيجين نطيه للدونر للريسيفنت اللي لا يحتوي على هذا الانتيجين راسا، تتكون هاي الانتيباديز. اذا الانتيباديز ما موجوده نشرالي، لا، تتكون نتيجه الرياكشن. اذا هناك نوعين او طريقتين لتكوين الانتيبادي فور ذا ار اتش، اللي هو وين ار اتش بوزيتيف بلود ترانسفيوجن تو ار اتش نيجاتيف. اذا عندنا شخص ار اتش مالته بوزيتيف يعطى دم الى ار اتش مالته نيجاتيف، مثلا او بوزيتيف نطيل الاو نيجاتيف راح اسوي له مشكله، او اي بي بوزيتيف اطيل الاي بي نيجاتيف راح اصير مشكله. اما لما اطي ار اتش نيجاتيف للار اتش بوزيتيف ما يصير اي مشكله، المشكله فقط بنقل الار اتش البوزيتيف للار اتش نيجاتيف فقط. المشكله الثانيه او الطريقه الثانيه اللي سبب لنا انتيبادي، اللي هو لما المذرز الحامل اللي تحتوي على فيتاس تنقل الار اتش نيجاتيف مالتها للفيتاس عن طريق البلاسنتا،
تنتقل عمليات الدم من البلاسنتا من الأم للطفل، لأن Rh مالتها نيجاتيف والRh مالت الفيتس بوزيتيف راح يسبب لنا مشاكل. هاي المشكلة يسموها Erythroblastosis fetalis، مرض الإيرثروبلاستوسيس اللي هو دائما احنا قبل الزواج يسوون عمليات فحص الدم بسبب هذا المرض. Erythroblastosis fetalis is disease of the fetus and the newborn child characterized by agglutination and phagocytosis of the fetus RBC. إذا هو مرض يصيب الأجنة والأطفال الولادة الحديثة، تسبب لنا agglutination للRBC وبالتالي phagocytosis للRBC وتحطيمه. In most causes of erythroblastosis fetalis, the mother is Rh negative and the father is Rh positive. إذا كانت الأم نيجاتيف والوالد بوزيتيف، هاي تسبب لنا هاي المرض erythroblastosis. The baby has inherited the Rh positive antigen from the father. الطفل من جايب ال Rh مالته؟ جايبه من الأب البوزيتيف مالت الوالد. And the mother develop anti-Rh aggregation from exposure to the fetus Rh antigen. والأم راح تكون انتيبادي بداخلها نتيجة التساقها أو نتيجة التعرض للفيتس Rh antigen. ال Rh antigen بعد الطفل راح يختلط مع الدم الأم فيكون انتيبادي عند الأم، وهذا الانتيبادي راح ينتقل بالدم للطفل والسبب إنه destroyed to the RBC. The agglutination RBC subsequently hemolyzes راح يتحلل RBC والهيموغلوبين راح يتحلل بالدم، وبالتالي الماكروفاج راح يحول لنا الهيموغلوبين إلى بيليروبين، وبالتالي يسبب لنا مرض المشهور أبو صفار الجندس. أغلب الأطفال تجي للدنيا بسبب هذه الحالة الإيروبلاستاسيس اللي بيها أبو صفار نتيجة اختلاف الـ Rh بين الأم والأب. صورة أوضح راح أوضح لكم ياها هناية اللي هي راح أتوضح شلون incidence of erythroblastosis fetalis شلون تكون. أن هناية pregnancy first pregnancy الطفل الأول، حملة الأمرأة بالطفل اللي هي المرأة Rh negative يعني ما عادها أنتيجين، الطفل يحتوي الأنتيجين جابه من أبوه يعني وارثة من أبوه، فينتقل الدم مالتا الانتيجين الى دم الام، الام اوتوماتيكيا راح يصير جسمها انتيبادي فور ذا ار اتش، راح تكون بداخلها الانتيباديز. الانتيباديز هاي تتكون خلال ما بين الحملين، الحمل الاول والثاني. هاي اغلب الحالات، حالات تصير بالاول، حالات تصير بالثالث، الحالات تصير بالطفل الرابع. ينتقل ار اتش antibodies إلى الطفل الثاني، مما يؤدي إلى المشاكل قلتها لكم اللي هي هيموغلوبين تتحطم وبالتالي يصير عندنا جندس. إذا أريد أسألكم سؤال، اوكي ميخالف، هو راح تسجل المحاضره واي شيء تريدون بالمحاضره ان شاء الله باليوم العمليه اعيد لكم اي شيء تحتاجوه انا موجود. الوقت ما يلحق، ميخالف اعيد لكم بعد المحاضره الجزء اللي يعجبكم اعيد لكم اياه. جاوبوا على هذا السؤال. The antigen of ABO system and Rh blood groups are present on when موجودة when يوجد ال ABO antigen وال Rh antigen بالبلازما بال white blood cell بال red blood cell أو بليتليت. راح أسوي لكم تصويت، أتمنى إنه شفتوا السلايد. أتمنى تصوتون عليه.
السؤال هو الانتيجين for ABO cyst and RH blood groups are present on plasma, white blood cell, red blood cell, platelet. أين تقع الانتيجينات داخل الدم؟ بالABO system والRH blood group. وين؟ بالبلازما، بكرات الدم البيض، كرات الدم الحمر أو البلاتلت. احنا قلنا بداية المحاضرة انه الانتيجينات موجودة بمكان واحد بالنسبة لل الABO والRH blood group وين بالRed blood cells. السؤال الاخر اللي اتمنى تجاوبوني اياه، Which blood type can be transfused to the individual whole blood type is unknown. أنا عندي فصيلة دم معروفة عندي، واحدة من ذني الأربعة. أنا أقدر أعطي هاي الفصيلة إلى جميع أنواع الجروبات بغض النظر عن نوع الجروب. عندي فصيلة من فصائل ذني الأربعة، أما ABO، أما AB positive أو AB negative أو positive or O negative. أيهم من ضمن الأربعة أقدر أعطيهم إلى جميع الفصائل الأخرى. أتمنى تصوتون أفضل. إذن أيهم من ضمن الفصائل الأربعة أقدر أعطيهم إلى جميع الفصائل؟ وأشرح لكم هسه ليش هاي الفصيلة بالتحديد ليش مو أخرى. الإجابة هي O negative. ليش O negative؟ احنا حتى نفهم أول راح نقسم إلى ABO system و RH system. الـ O system ندري كلنا الواهب العام هو الـ O، نطيل الـ O، نطيل الـ AB، نطيل الـ A والـ B لأن ما يحتوي على أي أنتيجين. أما ليش negative؟ لأن لا يحتوي على أنتيجين، فما راح يصير على antibodies، ما راح يكون antibodies. لما نعطي الـ O positive ما راح يكون ولا antibodies لأن هو ما يحتوي على RH antigen، ما يحتوي على RH antigen، فصير عملية نقل سليمة وجميلة. تمام؟ إذن نروح للسلايد اللي بعده. إذن أولكتف الجواب. إذن نجي هسه نبدي بالمحور الثاني. قبل ما أبدأ المحور الثاني راح أعطيكم فتش ملخص سريع على المحور الأول حتى أكو طلاب قالوا إحنا ما كنا نلحق وياك. عندنا إحنا ABO system وعندنا RH system. ABO يحتوي إلى أربع جروبات: جروب الـ A، جروب الـ B، جروب الـ O، جروب الـ AB. اعتمدوا على تكوين كل جروب على وجود الأنتيجين. إذا كان على الRBC antigen A سموه group A، إذا كان على الRBC antigen B سموه group B، إذا كان antigen AB سموه group AB، إذا ماكو أي نوع antigen سموه O. عندما ننقل دم من فصيلة إلى فصيلة أخرى راح تصير عملية reaction transfusion reaction. هاي transfusion reaction تسبب عملية تكوين antibody بالrecipient.
لأن يختلف عن الدونرز عن المانع عن المستلم يختلف عن المانع فيكون له يعتبر الدم الآتي إليه عبارة عن foreign bodies عبارة عن جسم مجهول يعتبره invasion هجوم فيكون له antibodies لما يكون antibodies راح يكون antibodies حسب نوع الفصيلة يعني إذا كان عندنا فصيلة A راح يكون للفصيلة B antibody والفصيلة AB يكون لها antibody ولهذا راح يصير coagulation وبالتالي تصير عملية hemolysis بفضل immune reaction ولethal reaction بالأخير إلى الموت أما جينا على الRH الRH قلنا عندنا أنتجين الRH موجود على الريد بلاد سيل وجوده معناته بوزيتيف عدم وجوده معناته نيجاتيف معناته نيجاتيف اكو مرات تصير عندنا امراض اسمها مرض على فكره ما نقدر ننقل الار اتش البوزيتيف للنيجاتيف بس نقدر ننقل النيجاتيف للبوزيتيف لان ما يكون انتي بوديز نفس فكره الاي بي او سيستمز اكو مرض اسمه ايروثروبلاستوسيس اللي هو تسبب بسبب انه الوالده الام هي نيجاتيف ار اتش نيجاتيف والوالد الفاذرز هو بوزيتيف فيكون الطفل بوزيتيف بداخل الام راح ينتقل دم الطفل الى الام الام راح تكون انتيبوديز والانتيبوديز هاي راح ينتقل عن طريق البلاسنتا للطفل ويصير رياكشن مالت الاجلوتينيشن بداخل الطفل والهيمولايسيس وبالتالي يسبب لنا ابو صفار الجندس بالمستقبل هسه نطب على المحور الثاني اللي هو هيموستاسيس اند بلاد كوجوليشن الهيموستاسيس اند بلاد كوجوليشن هيموستاسيس جايه من كلمتين هيمو معناته دم استاسيس معناته توقف هيموستاسيس تعريفه او شنو هو هو تيرم مين بريفنشن اوف بلاد لوس بلاد لوس يمنع عنا عمليه فقدان الدم هاي العملية تكون على أربعة ستيجات الستيج الأول هو عملية الكونتراكشن أول ستيج الكونتراكشن ثاني ستيج فورميشن أوف بليت بلوك عملية تكون البليت الصفحات الدم على منطقة الجرح تتكون فورميشن ثالثا فورميشن أوف بلوت بلوت كلوت as a result of coagulation كنتيجة للكوغوليشن راح يجي بلوت كلوت يتكون العملية الرابعة هو تكون fibrous tissue. أوكي؟ الفايبرين تتكون على البلد جروب على البلد فيزلز انجايد. إذا عندنا أربعة ستيجات انقباض الأوعية، تشكيل الصفائح الدموية، تكوين الجلد الدموية، نمو الأنسجة الليفية. نجيها واحدة واحدة. أولاً vascular constriction. أول ما يصير عملية جرح. أول ما يسوي الفيزلز هو contraction حتى يقلل جريان الدم إذا بقى الدم يجري راح يسبب لنا bleeding يزداد البليدنج فيقلل حتى يلحق الدم على عملية الكلوتينج هاي العملية تكون على ثلاثة أنواع أما من خلال local myogenic spasm اللي هي معناته تشنج عضلي موقعي ثانيا عن طريق local autocoid factor from the trans from the traumatized tissue vascular endothelium and blood platelets. أما الطريقة الثانية هو عن طريق الأوتوكويد اللي يفرزها الأندوثيليوم. الأوتوكويد هي مواد factors يفرز الأندوثيليوم لما تنقطع cutting or rupture على vessels. فراح تصير عملية إفراز الأوتوكويد من هاي المناطق ومن حتى من البلاد blood plates ثالثا nerve reflex عمليات nervous reflex رد الفعل العصبي اللي هي المسؤولة عن smooth muscles العملية الثانية أو الستيج الثاني هو formation of platelet formation of platelet لازم نعرف شنو thrombocytosis أو البلاتليت البلاتليت هو عبارة عن خلايا من 1 إلى 4 مايكرومتر حجمها هي أصغر شيء أصغر من red blood cells والمايكروفاج تتكون من بول ماروس from the ميكاكوريوسايت تتكون من خلية اسمها ميكاكوريوسايت بالبول مارو
هاي الميكروغرانيتات راح تتقسم الى فريجمنت، هاي الفريجمنت على البليتلز اما بالبون مارو او بالبلاد موجوده. شلون تكون عمليات البليتليت فورميشن لها؟ البليتليت بلوك فورميشن، اول شيء بعد حدوث الانجري، هذا المخطط لاحظوا انجري تو بلود فيسلز او بعد حدوث الانجري بالبلود فيسلز تؤدي الى اكسبوجر للكولاجين. الكولاجين موجود بالبلود فيسلز بالجدار الخليه، جدار الفيسلز العفو، راح تسحب او تكون ك ريسبتور للبليتليتس، فتتجمع البليتليتس على الووند على الجرح الانجري، وبالتالي هاي العملية تحفز البليتليت على تغيير شكلها واكتيفيتر إلها. يساعد هذا العمل هو الفول والبراند فاكتور، والبراند فاندر. It is a protein that helps the body stop bleeding and it is important in platelet adhesion to one another and to site of vascular damage, which is secreted from endothelium cells and platelet. أرجو معذرة على الأصوات الدائرية. إذن Von Willebrand براند هو فاكتور ينفرز من خلال عملية الدامج على السير بالبلد فيسلز وبالتالي يؤدي الى اكتيفيشن مال البليتليت. هاي العمليات الاكتيفيشن تؤدي الى زيادة تجمع البليتليت اكثر واكثر الى ان تتكون البليتليت بلوك. العملية الثالثة formation of blood clot as a result of blood coagulation. The formation of blood clot depended on number of protein found with the plasma called clotting factor. عملية تكون formation of blood clot تعتمد على البروتينات الموجودة بالبلازما. هاي البروتينات تدعى clotting factor. Clotting factor موجودة بالبلاد بلازما غير فعالة، لأن هذا الكلوتينج فاكتور اذا تفعل راح يسبب لنا ثخره بالدم، فهن غير فعاله الا في حاله انجري. لما يصير انجري تتحول من انكتيف الى اكتيفيشن، ولما يصير اكتيفيشن راح يساعدنا بعمليه الكلوتينج. شلون يصير اكتيفيشن؟ من خلال ثلاث ستيجات. ستيج الاول اللي هو كيميكال رياكشن. الكيميكال رياكشن يصير عن طريق أما عن طريق أن active clotting factor come in contact with the exposure connective tissue، تتصل أو تنحك أو تصير عبارة عن exposure ما بين ال clotting factors وما بين منطقة ال connective tissue اللي هي صارت فيها injury، مما يؤدي إلى activation إلها. ثانيا ال chemicals such as thromboplastin. thromboplastin لما تصير أي عملية جراحة راح تنفرز من الخلايا المجروحة أو الخلايا المحطمة ثرومبوبلاستين، وبالتالي حسبب لنا activation للكلوتينج فاكتور. هاي الاكتيفيشن تصير عبارة عن تسلسل series of reaction result which each clotting factor prothrombins or prothrombin activator is formed. هاي عملية الرياكشن تؤدي إلى تحويل البروثرومبين إلى ثرومبين. شلون العصر؟ البروثرومبينيز أو إنزيم البروثرومبينيز راح تنفرز من الخلايا نفسها اللي ينفرز من عندنا ثرومبوبلاستين، يحولن الـ inactive clotting factor اللي هنا بروثرومبين to active form اللي هو ثرومبين. الثرومبين راح يحول البلازما بروتين الفايبرينوجين اللي قلنا على clotting factor to fibrin and polarize with other minor molecules. راح توضح أكثر من خلال هذا الجدول، هذا المخطط. أتمنى يكون المخطط أمامكم واضح. إذا وياي هذا المخطط واضح أمامكم كتبوا، لأن هذا أشرح عليه.
البروثرومبين بليتلت دامج تشو سيل، بليتلت اند دامج تشو سيل ريلايز بروثرومبين اكتيفيت. البليت فيسلز لما يصير بها جرح التشو الموجود داخل مدار البليت فيسلز والبليتلت المحطمة راح تفرز لنا بروثرومبين اكتيفيتور، البروثرومبين اكتيفيتور او سميناه قبل شوي بروثرومبينيز، راح يحولنا البروثرومبينز من البروثرومبينز الى ثرومبين بمساعدة الكالسيوم. الثرومبين تكون راح يحولنا الفايبرونجين الى فايبرين، هم بمساعدة الكالسيوم راح يتحول الفايبرين مينرز الى فايبرين فايبرز اللي راح تكون كروس لينك فايبر. اكو مقطع فيديو هسه راح اراكم اياه. ذيك البليتليت ارتبطت منطقة الجرح، صارت اكو قلنا بالبداية البليتليت راح يرتبط بمن اكسبوجر للكولاجين الموجود بالجرح، ارتبط بالكولاجين الموجود بالجرح راح يتغير تشكيلات من بالبليتليت تتغير شكلها ويقوم يفرز مواد اخرى اللي هن قلنا اكتيفيتر اللي راح يفرز لنا اكتيفيتر، ويتجمع بليتليت اخر وبليتليت اخر الى ان يسوي لنا بليتليت بلوك، كونه بليتليت بلوك وهكذا. شوف هنا البليتليت جاي يفرز لنا اكتيفيتر، هذا مو بس من البليتليتس، من البليتليتس ومن التشو من كل مكان يفرز لنا كلوتينج فاكتورز اكتيفيتر، منشط للكلوتينج فاكتورز. تلاحظون شلون جاي يرتبط البليتليتس وحده بالاخرى بفعل الانزيمات والفاكتورات او اوتوكلو الموجوده، تتجمع البليتليت راح يكون هسه الثرومبين، تكون الثرومبين بفعل كما راوتكم بالمخطط، تحول البروثرومبين الى ثرومبين هنا بهذا المكان راح يكون الفايبرين. شوفون هذا الخطوط الصغار اللي جاي تكون هذا الفايبرين، هكذا كونت الجلطة او العفو كونت صخرة الدم على الفيزلز على بلد فيزلز. أريد أسألكم هذا السؤال، الهيموستاسيس إحنا أعطيناه قلنا تصير على أربع مراحل، إذن هنا ثلاثة أمامكم، التسلسل مالت ياهن من الأثنين الصحيح، أول مرة تصير عندنا فازو كونستركشن، بليتليت أجريجيشن، كوجليشن، أو تصير عندنا أول مرة بليتليت أجريجيشن، ثم الفازو كونستركشن، ثم كوجليشن، أو تصير عندنا فازو كونتراكشن كوجليشن بليتليت اجريجيشن، ايهما الصير؟ السؤال هو which of the following is the correct sequence of event leading to blood clotting. اتمنى تجاوبون على هذا السؤال. إذن أول مثل ما قلت لكم أول مرة يبدي فازو كونتراكشن ثم عملية بليتليت أجريجيشن كوجليشن، تكون أول مرة عملية الفازو كونتراكشن على مود يقلل جريان الدم. Thank you. عندكم أي سؤال؟
هسه احنا عرفنا شلون عمليات تكوين الصخره او الكلوتينج على جدار البلاد فيزلز. اتمنى اذا عندكم اي سؤال تسالوني اياه. إذا عندكم أي واحد من عندكم سؤال أنا موجود يمكم. نسيت أقول لكم إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا امتحان، مو امتحان، كويز. الأسبوع القادم الاثنين راح يكون كويز 10 دقائق بهاي المحاضرة بالعملي، أو أول 10 دقائق من العملي يوم الاثنين أو الثلاثاء حسب الجروب. راح يكون هناك كويز 10 دقائق بسيطات سهلات، شلون ذني طلعت لكم إياها، فأرجو أن تقروها مع الدكتورة ميادة. ما أعتقد عظيف إن هم السؤال، فأقروا محاضرة اليوم واستفادوا من عدها، وأنا موجود بالكلية دائما، فأي سؤال عندكم أم سألوني. وهسه همات إذا عندكم، لا أسبوع القادم مو هذا الاثنين، الاثنين هذا عندكم عملي، أسبوع القادم هم عندكم عملي، راح يكون أول 10 دقائق من العملي من كل جروب. يعني إذا جروب أي يمتحن 10 دقائق بعدين نأخذ عملي بالجانب النظري مالته. نعم، الـ RH هو وجود الانتيجين، إذا كان بوزيتيف يعني أكو انتيجين على الـ RBC، أما إذا ما موجودة يعني نيجاتيف. الـ RH يعتمد أما وجود أو غير موجود، إذا موجود معناته بوزيتيف، إذا ما موجود معناته RH. لما ننقل الدم من النيجاتيف بلاد إلى البوزيتيف بلاد جروبس ما يصير هناك أي مشكلة، بس إذا انقلت positive group إذا negative group الـ RH النيجاتيف راح يكون لنا بالبلازما أنتيبادي معاكس إله. نعم الـ RH نيجاتيف ما بيها أنتيجين. نعم أي نيجاتيف يعني خالية من الـ RH أنتيجين، والبوزيتيف يعني وجود الـ positive أنتيجين RH أنتيجين. مثلا اي بي انتيجين، اكو انتيجين اي وبي بيها بس ما بيها ار اتش، يعني اي بي ار اي بي نيجاتيف عفوا تدلل. الاسئله راح تكون مالتيبل تشويس وسؤال شرح على بالامتحانات النهائيه او بالكويز السؤال بسيط، اما السؤال كتابه او مالتيبل تشويس بس اسئله بسيطه فهميه ان شاء الله. أكو سؤال آخر؟ أهلاً وسهلاً بكم.
أي سؤال بعد تحتاجون هسه بعد تقاصر وقت المحاضرة؟ أنا موجود بالكل يوم الاثنين والثلاثاء، أي سؤال عندكم يمكن أن تجوني أو بالعمل يشوفوني موجود، أعطيكم إياه الجواب مالتكم وقت الدليل.